مرحبا، فهذا الفيديو راست سياقا تاريخيا موجزا يتعلق بتطور موجز للفلسفة اليونانية، بحيث يمكنك أن تفهم فمقاطع الفيديو الحقة أصول أساطرتها آت والفت المختلفة وكل من تلم الفري الذين يشكلونها بطريقة ملموسة وعميقة. تغى فلسفة ما قبل سقراط الفلسفة اليونانية لا كلاسيكية وبلغة ذروتها. فالفلسفة الهلنستية تقع الفلسفة اليونانية فترافت من تاريخ الفلسفة بري ظهور الفلسفة الغربية في منطقة إيونيا فأوائل القرن السادس قبل الميلاد إلى لغزو مقدونيا من قبل الروماني فعام 149 قبل الميلاد. الغر أهل وسط لأن ضول بأيونيا هو آسم الذي كان يعرف به ساحل في العصور اليونانية القديمة والذي شمل أيضا الجزر نقطة المجاورة نقطة إنها منطقة تاريخية. ضف الوقت سينتي التميم ألحى من رأي إلى تركيا بينما ينتى جزء الجزيرة إلى اليونان. كانت مملكة مقدونيا المعروفة أيضا باسم إيلاميطاتوري المقدونية دولة يونانية من العصور القديمة الكلاسيكية والهلنستية نقطة فشما لليونان الحالية. تم تعزيز هذه المملكة خلال القرن الخامس قبل الميلاد وشهدت ارتفاعا كبرة في قوتها خلال القرن الرابع قبل الميلاد مع حكم فيليب الثابي الذي جعل مقدونيا القوة الرئيسية لليونان نقطة غزا ابنه إيلاسكندري إلكتي إيلاسكندر الثالث معظم العالم إلفت الهلنستي تمن لتاري خرع المعروفة وفتتحتي اليوناب. فبعض الحيان يطلق عليه أيضا الفلسفة الكلاسيكية أو الفلسفة القديمة على الرغم من أنه عند استخدام المصطلح الكلاسي يمكن أيضا تضمينه فالفلسفة الرومانية. رشد أن الثقافة اليونانية في جميع أنحاء شبه جزيرة ألف لبلقاني وجزر بحر إيجيت وسواحل شبه جزيرة الأناضول فتركيا الحالية على الرغم من أنه من الناحية التاريخية من الممكن وضع أصل الحضارة اليونانية فالثقافات الكريتية والميسينية. تعتت الحضارة الكريتية والمعروفة أيضا باسم الحضارة المينوية سابقة ثقافية لليونان القديمة نقطة كانت تقع في جزيرة كاريت ياء 3000 قبل الميلاد و1100 قبل الميلاد نقطة جنوب اليونان خلال العرس التونزي برا نقطة خلال ذروتها برزت الحضارة الكريتية لقوتها التجارية والبحرية. تطورت الحضارة الميسينية خلال الجزء الخرط من العرس التونزي بري 1700 قبل الميلاد و1050 قبل الميلاد تقريبا وتمثل أول حضارة متقدمة لليونان مع دولها الفخمة والتنظيم يرصفاء آلت الرأي ألحو والإعمال الفنية ونظام الكتابة اللون بسيارة التضحوى عام 1600 قبل الميلاد اقتحم آل خيون وهم شعب ناطق باليونانية من أصل هندو أورو الرأي لليوناني واستقروا ألف الطرف الشمار رشفول من شبه جزيرة بيلوبوم. الخويون هو أحد الإلسماء الجماعية المستخدمة لتسمية مجموعة الغريق فملحمة هوميرتوس وإلياذتي في تراء إلفت التاريخية كان الشيون هم سكان أخايا نقطة شكلت دول المدن في هذه المنطقة اتحادا كونفدراليا يعرف باسم الرابطة الخاية ولن كانت مؤثرة للغاية خلال القرنري الثالث والثابو قبل الميالدي يالون جاء هذا الشعب للسيطرة على الكريتيري حوى عام 1200 قبل الميالدي شعب آخر من أصل يوناب كان الدوريون الذين واتمرت بلغتهم ومجتمعهم وتقاليدهم التاريخية نقطة تضع الروايات التقليدية لوصل مكانها في المناطق الشمالية من اليونان القديمة حيث قادتها بعض الظروف غرت المعروفة إلى جنوب منطقة بيلو بونر إلى جزر معينة بآلسيا على الصغرى لبعض الوقت كان يعد تتمزقها غزوا بمن بحر إيجيت وإلى الساحل الجنوب فالجزء الجنوب تزعزع استقرار الدول الميسينية ودمر أشكالها الثقافية واستبدلها بأشكال الغزاة وبهذا المع من المهم التأكيد على أنهم الميسينيري استخدموا السلحة الحديدية واستولوا على اليونان وهزموا أصبحت أسة التوكورنثوس المدني دوريك الرئيسي نقطة مع الدوريري بدأت ترفت من انحدار الثقافة الذي يعرف باسم العصور نقطة المظلمة أو السنوات المظلمة بعد غزو الدوريري انحدرت الحياة في جميع أنحاء اليونان إلى مستوى بداب للغاية وظلت كذلك لعدة مئات من السن ري نقطة ومع ذلك من القرن الثامن قبل الميلاد وحل القرن السادس قبل الميلاد وتي الفتر التعرف باسم العرس القديمة طورتي رتي نقطة اليونان توجت انتعاشا سياسيا واقتصاديا وثقافيا كبيرة كان هذا انتعاش ممكنا بفضل التنظيم في دول المدن بوليس وتأسيس مستعمرات على سواحل آسيا الصغرى والبحر السودي في صقلية فجنوب إيطاليا فجنوب فرنسا وفي بلاد الشام الإسبانية رأس المعا من وري تاء وبهذا
التأكيد على تأثرت التوفيقية بالري مصالح النخب والنظام تلدي اليونابي بقدر ما تقع حيازة الإرضاء الوبالة تجنب تقسيم الممتلكات لن والمرتفعة للذكر البكري وبت الحفاظ على سلطة تقوى مع حيازة الأرض نقطة هكذا يمكنت فصرتها لدور لذي لعبتها أوراق لها دلفة ولذي تمت الشجاعها من خلال قراءة الإقدر من قبل الكاهنات ألي أدت إليرتي وون الهجرة للتوسع الاستعماري اليوناب ومعها انفجار تجارة وتوليد ثروة جديدة فضال عن صعود نخبة جديدة ذات طبيعة تجارية أصبحت المستعمرات الجديدة بوليسات مستقلة سياسيا في المدينة وتسم أيضا بوليس إلم لكنها حافظت على روابطها نقطة دينية واقتصادية وثقافية وثيقة قبل الميلد وأربعة قبل الميلد تتوافق مع ذروة دول المدن المستقلة العظيمة القرن الخامس فشبه الجزيرة اليونانية من بينها نقطة بوليس أثينا وإستطة تتز أستطتي كانت تقع يا جبال تيجيتو برنون نقطة كانت تعلم ضفاف نهر يوروتاس برف اليونان القديمة على شبه جزيرة بلوبون عاصمة الكونيا وواحدة من أهم البوليس اليوناب قد ألن تعت أستطة دولة مدينة نموذجية ألنها لمي كان لديها جدران أو بمع القبيلة أن أراضيها كانت محتلة من قبل خمس قبائل مختلفة تأكرو بوليس والن يمكن فهمها من وجهة نظر عرقية فبداية هذه الفترة بري القرن خمسة قبل الميلادي وأربعة قبل الميلادي اتحد الغريق لهزيمة الخطر الذي تشكله قوة الفرس فما نقطة يسم الحروب الطبية الحروب الطبية وتسم أيضا حروب ميديس كانت سلسلة من الرصاعات رت اللي وقعت من 490 قبل الميلد يلي 449 قبله بري إلما تطورية الفارسية ودول المدن اليونانية وتتكون من ثلاث حروب الميلد فعام 449 قبل الميلد تم توقيع معاهدة سالم تسمى سالم كالياس حيث اتفق الجانبان على عدم مهاجمة بعضهما البعض مرة أخرى وكان علو إلمي تطورية الفارسية أف إلعات بانتصار دول المدن اليونانية نقطة بعد النورس أصبحت أثينا القوة المهيمنة لعصبة ديلوس وهو تحالف تم تشكيله للدفاع عن نفسه ضد الفرس المعروف باسم الديمقراطية حكومة الشعب في السياسة الداخلية عزز ألف ألثينيون النظام السياسي في السياسة الخارجية أصبحوا القوة السياسية العسكرية العظيمة للهليد رت والن جلبت لهم عددا كبرة من الأعداء نقطة يشار إلى هذهة رئيفة باسم العرس الذيت الثينا أو قرن برتيكلز تكريما للحاكم الذي أوصل أثينا إلى أقصى درجات روعتها بعد هذه الرحلة التاريخية القصيرة من المهم ملحظة أن الفلسفة اليونانية يمكن تقسيمها إلى ثلاثيات فتفرعية فلسفة ما قبل سقراط ولن تنتقل من طليس ميليتلوس إلى سقراط رت والسوفسطائرية والفلسفة اليونانية لكلاسيكية مع أفلاطونرا وأريستو كدعاة قصوى وفت ما بعد الإرستية أو الهلنستية تمرت فلسفة ما قبل سقراط بمجموعة متنوعة من حتتر المقت المختلفة حول كيفية فهم العالم ومكان الإنسان عند التشكيك في المفهوم الأسطوري التقليدي للعالم ريأبة تفكرتها ألئ المفكرين الأوائل إلينا من خلال كتابات وتقارير مجزأة من الحقري آخرين مفكرين السفسطائري مع ظهوري في منتصف القرن الرابع قبل الميلادي أصبح الإنساء مركز التأمالة الفلسفية نقطة تعامل السفسطائيون بشكل خاص مع المشاكل الخلقية والسياسية مثل مسألة ما إذا كانت المعايرة والقيم تعطى بشكل طبي أو يتم تأسيسها من قبل الرجال هو طريقة تحدث بها مع أشخاص آخرين وقادهم توا طبق المجوس وفي الوقت نفسه طور سقراط إلثي من خلال سلسلة من الأسئلة للكشف عن التناقضات الكامنة في مواقفه إن مظاهره لستقال للفكري وسلوكه الذي ألي يتناسب مع الظروف بالإضافة إلى التشكيك تحكما بالإعدام من قبل السلطة تحت في نظام الطقوس الدينية السائد يعني نقطة تهمة الكفر لآلهة وفساد الشباب وأن سقراط لم كيت شيئا مكتوبا فقد حدد تلميذه أفلاطون صورته نقطة شكلت أعماله فشكل حوارات نقطة مركزية فالفلسفة الغربية نقطة من السؤال مثل أي إكس فهم إكس سقرا للنموذج ما هو رسه آخر مثل على سبيل المثال ما الفضيلة ما هو العدالة ابتكر أفلاطون أساسيات عقيدة التعريف كان أيضا مؤلف نظرية الإشكال رت أل كانت بمثابة إلساس لتمثيل الواقع من جزئين مستوى الأشياء أل يمكن إدراكها بحواسنا على عكس مستوى الإشكال رت أل يمكن الوصول إليها إل من رت نقطة خلل التجريد نقطة فقط معرفة هذه الإشكال تعطينا فهما أعمق لمجمل الواقع ده رفض أرسطو تلميذ أفلاطون
نظرية الإشكال باعتبارها ازدواجية، غرت وريتل ميرت للعالم والواقع. بريء الشكل والمادة هو أحد السمات الرئيسية ليقي ميتافرت أرسطو نقطة بدأت مدرسته فتصنيف كل الواقع، الطبيعة والمجتمع وعلى حد سواء، فكمختلف جالت المعرفة لتحليلها وترتيبها علميا. بالإضافة إلى ذلك ابتكر أرسطو المنطقة الكاليسية للمنهجية وفلسفة العلوم نقطة مع هذا أسس بعض إضاطات الفلسفية الأساسية. الحداثة رت ولن كانت حاسمة رت. بريء قبل الميلد بعد وفاة أرسطو وتراجع بوليس. جعلت الحروب قبل الميلد إلى القرن 3 انتقال من القرن 5 اليوناني لخليفة إسكندر ألكة الحياة إشكالية وغرت آمنة نقطة، ثم ظهرت مدرستان فلسفيتان الملوك في أثينا وعيت الخالصة على فرض فقلبئها اهتماماتهما، فمعارضة واضحة للأكاديمية الفلطونية والمدرسة الأرسطية. ساهم توسع الثقافة اليونانية وخاصة خلال الهيلينيت واستيعابها من قبل إلى متطورية الرومانية والعلاقة الحقة مع المسيحية وانتعاشها النهابية في القرن الثالث عرش بفضل جمر رئلمات مثل ابن رشدي، وكذلك غالها تمام الذي يتمائل علن عنه خلال عرس النهضة لها ذه المجموعة من عالم فكرين، فما وصلت دراسات الفلسفة اليونانية وأن تصبح إحدى ركائز الثقافة. نقطة الغربية رتح. يكون لديك منظور أكد يسمح لك بدخول عالم الفلسفة اليونانية، فمقاطع الفيديو القادمة ستكون هناك جولة فئات راء إثر المختلفة وكل من المؤثري الذين يشكلون الفلسفة اليونانية بطريقة ملموسة وعميقة. من فلسفة ما قبل سرات الفلسفة اليونانية لا كان سكيت إبل ذروتها، فالفلسفة الهلنستية ألا الفيديو آلة فإطار فلسفة اليونان القديمة والفكر ما قبل ألف لفلسف ستتم مناقشة أصل الإنسان والساطرت وأولمبوس. لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو الخاصة بالتاريخ والساطرت والفلسفة تفضلوا بزيارة قنابرا فوصف الفيديو.